ومجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور اتخذ قرار بصرف مكافأة الفوز على الإسماعيلي في كأس مصر كنوع من أنواع الدعم والتحفيز للعيبة قبل مباراة الفريق أمام فاركو في الدوري اللي هتكون يوم الجمعة إن شاء الله. بيحتاج الزمالك للفوز في ماتشين من أجل حسم الدوري بشكل رسمي بعيدا بقى عن نتائج الفرق سواء بقى بيراميدز أو الأهلي، وأكيد الراجل شغال على ده. فاركو ماتش مش هيكون سهل تماما، نونو ألميدا وتكتلاته الدفاعية والشكل اللي بيظهر بيه نونو ألميدا مع فرق الدوري المصري كله، ولكن فريرا اكيد هيكون بيشتغل على ده. عنده لعيبه كتير، عنده حلول فرديه لمعظم لعيبه التلت الهجومي عند نادي الزمالك. هنشوف هيكون بيقدم ايه امام نونو الميدا، ولكن مكافئات للعيبه نادي الزمالك وتحفيز من قبل مجلس اداره نادي الزمالك لحسم الدوري في المباراتين القادمتين. لسه مكملين مع حضراتكم، وفريرا المدير الفني لنادي الزمالك عمل جلسه مع اللعيبه، اتكلم معاهم اكيد بعد طبعا تمرين امبارح، اتكلم معاهم عن مباراه الاسماعيلي وتهنئه كده بعد مباراه الاسماعيلي، واتكلم معاهم كمان ان انت لازم تكون بتفصل كويس جدا ما بين ماتشات الكاس وما بين ماتشات الدوري، واهمها وكمان قال لهم ان انت مهم جدا ان انت تكون بتكسب بالماتشين اللي جايين ومركز كويس جدا في الماتشات اللي جايه من مسابقه الدوري، ان انت لازم تكون بتحقق كل 3 نقاط في كل مباراه جايه، وان هو هدفه تحقيق الفوز في كل الماتشات ان انت تستكمل سلسله انتصارات عشان تكون بتحسم لقب الدوري. وكمان اتكلم مع اللعيبه في بعض التعليمات الفنيه كده بعد التمرين امبارح. لسه بنكمل اخبارنا، وطبعا واحد من اهم اللاعبين دلوقتي مع نادي الزمالك. الحقيقه نادي الزمالك ما تقدرش تسمي اسم بالتحديد، لانه ما يميزه في التوقيت الحالي هو الشكل الجماعي اللي بيمتلكه الفريق وعدد كبير من اللعيبه المتالقه في هذا التوقيت. محمود حمدي الونش طبعا من ابرز اللعيبه طبعا اللي موجودين في خط الدفاع بالنسبه لنادي الزمالك، واللي بيعود مره ثانيه للتدريبات امبارح الثلاث اللي اقيمت على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله في مقر القلعه البيضاء، وده استعدادا لمباراه فاركو اللي جايه اللي هتكون يوم الجمعة. كان الونش خاض برنامج تأهيلي في الأيام القليلة اللي فاتت قبل مباراة الإسماعيلي الأخيرة في كأس مصر، ده بسبب معاناته من الإجهاد العضلي مما ترتب عليه استبعاده من المباراة اللي فاتت علشان يكون بياخد راحة سلبية. أدى الونش التدريبات مع الفريق امبارح بصورة طبيعية، وخاض التدريبات الخاصة سواء أنه يكون يعني بيجري حوالين الملعب بشكل خفيف في بداية المران، بعد كده قدر أنه يكون بيشارك في التدريبات الفنية. طبعا الونش واحد من اهم لاعبي نادي الزمالك، بيعتمد عليه فريرة بشكل كبير جدا سواء بقى بجانب المسلوسي او حسام عبد المجيد، ولكن الونش واحد من اهم اللعيبه اللي بيعتمد عليها فريرة في كل المباريات اللي فاتت. نستكمل اخبارنا، واحمد فتوح ونيمار اتنين لعيبه من نادي الزمالك ومن نجوم نادي الزمالك بياخدوا تدريبات اضافيه، بتتكلم ان هو بيزود عليهم حمل بدني قبل ماتش فاركو، واهميه ماتش فاركو بالنسبه له ان انت بتتكلم ان هما اتنين لعيبه ما شاركوش في التقسيمه الفنيه اللي خاضها الفريق، ولكن الراجل بيشتغل معاهم بشكل كده يعني جانبي شويه سواء فتوح او نيمار عشان يكونوا جاهزين لمباراه فاركو.